أهلا بكم. دعونا نقول أن لدينا تكامل غير محدود قيمته 1 تقسيم 36 زائد إكس تربيع دي إكس. الآن يمكنك تخيل أن هذا ليس تكامل سهل حتى نحل بدون اقترانات مثلثية. لا يمكنني أن أقوم بتعويض المتغير يو لأنني لا أملك المشتقة هذه في مكان ما. كان هذا سهلا إذا كان لدينا 2x موجودة هنا، فأنا أريد أن أقول أن مشتقة هذا هي 2x. لو كان لدينا 2x موجودة هنا لاستعمالنا تعويض يو، لكن لا يوجد لدينا 2x، إذا كيف بإمكاني أن أجد تكامل هذا الاقتران؟ حسنا، سوف أضطر لاستخدام المتطابقات المثلثية. نرى أي المتطابقات المثلثية موجودة هنا، وأول ما أقوم به دائما، وهذه الخطوة فقط تكون ذهنية، دائما أعمل مثل هذا. بإمكاني أن أرى أن هناك رقم ثابت زائد شيء آخر تربيع، هذا يخبرني أنه يجب علي استخدام المتطابقات المثلثية، لكنني أفضلها عندما تكون الصيغة 1 زائد شيء مربع. لهذا سأقوم بإعادة كتابة التكامل على هذه الصيغة تساوي، دعوني أكتب دي إكس في البسط، هذا الكسر فقط، ضرب دي إكس. دعوني أكتب تكامل أبسط، هذا يساوي التكامل لدي إكس تقسيم 36، 36 ضرب 1 زائد إكس تربيع تقسيم 36. إذن 1 زائد إكس تربيع تقسيم 36، وهذه طريقة أخرى لكتابة التكامل. دعونا نرى إذا كان بإمكاننا التعويض باستخدام المتطابقات المثلثية. أقصد أن يتم التعويض هنا لتبسيط السؤال. إذن فإن إحدى المتطابقات المثلثية التي تخطر في بالي، وإن لم تكونوا تعرفوها، حسناً سأكتبها هنا، إنها 1 زائد ظل تربيع ثيتا. إذن المتطابقة هي 1 زائد ظل تربيع ثيتا. دعونا نبرهن ذلك، ظل تربيع ثيتا هذا يساوي 1 زائد، من تعريف الظل يساوي جيب تربيع ثيتا تقسيم جيب تمام تربيع ثيتا. والآن بإمكاننا أن نقول أن 1 هو جيب تمام تربيع تقسيم جيب تمام تربيع، وهكذا. فبإمكاني إعادة كتابة هذا في هذه الصيغة، جيب تمام تربيع ثيتا تقسيم جيب تمام تربيع ثيتا، وهذا هو 1 زائد جيب تربيع ثيتا تقسيم جيب تمام تربيع ثيتا. والآن أصبح لدينا مقام موحد. والآن ما هو جيب تمام تربيع زائد جيب تربيع؟ هو تعريف دائرة الوحدة، وهذا يساوي 1 تقسيم جيب تمام تربيع ثيتا. أو يمكننا القول 1 تقسيم جيب تمام تربيع. إذن فإن 1 تقسيم جيب تمام تربيع هو القاطع، وعليه فإن هذا يساوي قاطع تربيع ثيتا. وإذا قمنا بالتعويض وجعلنا هذا الشيء هنا، أي سيصبح هذا مساويا لظل ثيتا تربيع. هكذا تصبح هذه العبارة تساوي 1 زائد ظل تربيع ثيتا، والتي تكون مساوية لقاطع تربيع. لربما يساعد ذلك في تبسيط المعادلة قليلا. والآن سنقول أن إكس تربيع تقسيم 36، إكس تربيع تقسيم
36 تساوي ظل تربيع ثيتا. دعونا نأخذ الجذر التربيعي لكلا طرفي المعادلة، سنحصل على x تقسيم 6 تساوي ظل ثيتا، أو أن x تساوي 6 ضرب ظل ثيتا. وإذا أخذنا المشتقة لكلا طرفي المعادلة مع الأخذ بعين الاعتبار dx دي ثيتا، والتي هي تساوي، ما هي دي اكس دي ثيتا؟ ما هي مشتقة ظل ثيتا؟ يمكنني أن أوضحها لك فقط عن طريق الذهاب من هذه المبادئ الأساسية التي لدينا هنا. في الواقع اسمحوا لي أن أفعل ذلك من أجلك فقط. في حالة مشتقة ظل ثيتا لا يؤثر أبدا إن قمت بهذا هنا على هذا الجانب، دعوني أضع هنا، ستصبح 6 ضرب المشتقة بالنسبة إلى ثيتا مشتقة ظل ثيتا، والتي بحاجة إلى معرفتها، لذلك دعونا نفهمها مشتقة ظل ثيتا، والتي هي نفس الشيء المشتقة بالنسبة لثيتا جيب ثيتا تقسيم جيب تمام ثيتا. هذا مجرد مشتقة الظل، أو هذه فقط تماما مثل المشتقة بالنسبة إلى ثيتا. اسمحوا لي أن أنتقل إلى هنا قليلا لأنني لست متذكرة المتطابقة، قلت لك من قبل بعض هذا الشيء، جيب ثيتا ضرب جيب تمام ثيتا للقوة سالب 1 ماذا يساوي هذا؟ حسنا، بإمكاني القول أنه يساوي مشتقة التعبير الأول أو الاقتران الأول، لنقول جيب تمام ثيتا فقط، إذن هذا يساوي جيب تمام ثيتا، وهي مشتقة جيب ثيتا ضرب التعبير الثاني ضرب جيب تمام ثيتا للقوة سالب 1. لقد وضعت هذه الأقواس، وضعت سالب 1 إلى هنا بالخارج لأنني لا أريد وضع سالب 1 هنا، وجعلك تعتقد أني أتكلم عن الاقتران العكسي لجيب التمام. إذن هي مشتقة الجيب ضرب جيب التمام، والآن أريد القول زائد مشتقة جيب التمام جيب ضرب المشتقة، ليست فقط جيب تمام، إنما هي جيب تمام للقوة سالب 1 تساوي سالب 1 ضرب جيب تمام ثيتا للقوة سالب 2. هذه هي مشتقة الخارج ضرب مشتقة الداخل. اسمحوا لي أن أنتقل على مدى أكثر. إذا قلنا هذه مشتقة الخارج لنوضح، إذا كان جيب تمام ثيتا هو x، فإن x للقوة ناقص 1 مشتقتها ناقص 1 ضرب x للقوة ناقص 2، والآن ضرب مشتقة ما بالداخل، أي مشتقة جيب تمام ثيتا بالنسبة إلى ثيتا، هذا ضرب سالب جيب ثيتا. سالب جيب ثيتا، وسأضرب كل هذا بجيب ثيتا، أي ضرب جيب ثيتا. مشتقة هذا التعبير وضحته باللون الأخضر ضرب التعبير الأول، فماذا يساوي هذا؟
هذه جيب تمام ثيتا مقسومة على جيب تمام ثيتا، وبالتالي يساوي 1. ثم لدي ناقص 1 ناقص جيب ثيتا، وهذا معا يصبح زائد. ماذا لدي؟ لدي جيب تربيع جيب ثيتا ضرب جيب ثيتا على أو تقسيم جيب تمام تربيع نعود زائد جيب تربيع ثيتا تقسيم جيب تمام تربيع ثيتا، والتي هي تساوي 1 زائد ظل تربيع ثيتا. وما هي 1 زائد ظل تربيع ثيتا؟ أنا فقط أظهرت أن هذا يساوي قاطع تربيع ثيتا. إذن مشتقة ظل ثيتا تساوي قاطع تربيع ثيتا. كل هذا العمل للوصول بنا لشيء إلى حد ما، إنها لطيفة عندما تخرج ببساطة. إذن دي إكس دي ثيتا هذه فقط تساوي قاطع تربيع ثيتا، قاطع تربيع ثيتا. إذا كنا نريد معرفة ماذا تساوي دي إكس، دي إكس تساوي فقط كلا الطرفين ضرب دي ثيتا. إذن هي 6 ضرب قاطع تربيع ثيتا دي ثيتا، دي ثيتا هذا دي إكس لدينا بطبيعة الحال في المستقبل. ونحن في طريقنا للعودة إلى التعويض، نحن نريد أن نحل ثيتا، هذا واضح إلى حد ما. فقط علينا أن نأخذ الاقتران العكسي للظل لكلا طرفي المعادلة. يمكنك الحصول على ذلك من الظل العكسي لإكس تقسيم 6 يساوي ثيتا. سنقوم بحفظ هذا لوقت لاحق. ماذا عن التكامل الذي لدينا بعد التخفيف منه؟ التكامل الذي لدينا أصبح التكامل لدي إكس. التكامل لدي إكس، ما هي دي إكس؟ إنها 6 قاطع تربيع ثيتا دي ثيتا، 6 قاطع تربيع ثيتا دي ثيتا. كل هذا تقسيم المقام، والذي هو 36. 36 ضرب 1 زائد ظل تربيع ثيتا. والآن نحن نعرف أن هذا الحد يساوي قاطع تربيع ثيتا. لقد أظهرت لكم هذه عدة مرات، هذا قاطع تربيع ثيتا في المقام، ولدينا قاطع تربيع ثيتا في البسط، فإنها تلغي بعضها البعض. إذن بإمكاننا تبسيط التكامل إلى 6 تقسيم 36، فقط تصبح 1 تقسيم 6 دي ثيتا، والذي يعادل 1 تقسيم 6 ضرب ثيتا زائد سي. والآن سنعيد التعويض من هذه النتيجة. ثيتا تساوي الظل العكسي لإكس تقسيم 6، وعليه التكامل لواحد تقسيم 36 زائد إكس تربيع يساوي 1 تقسيم 6 ضرب ثيتا. ثيتا تساوي الظل العكسي لإكس تقسيم 6، إكس تقسيم 6 زائد سي. وانتهينا، إلى اللقاء.